الله خلق الخلق وأودعهم من الغرائز والأخلاق ما تحار فيه عقول ذوي الألباب. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين به، المسلمين له، المتبعين رسوله عليه الصلاة والسلام. أحمد الله بما هو له أهل من المحامد وأثني عليه الخير كله، وأشكره ولا أكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد جميعًا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصحنا كما نصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كفاء ما أرشد وعلم وكفاء ما جاهد. اللهم صل وسلم عليه ما تتابع الليل والنهار كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بملازمة تقوى الله عز وجل في كل حال وتذكر لقاء الله جل وعلا. أوصيكم بألا تغرنا هذه الحياة الدنيا، فإنما الحياة الدنيا متاع الغرور. هذه الحياة عرض زائل، لا بد أنها ستنتهي، قصر العمر أمطال، ولكن الشأن في الحياة الأبدية التي لا انقضاء لها، فريق في الجنة وفريق في السعير. أيها المؤمنون، إن العاقل يتفكر في نفسه ويتفكر في آفات النفس وينظر إلى نفسه وآفاتها ويسعى في أن يتخلص من الآفات حتى تزكو نفسه، فقد أمرنا الله جل وعلا أن نسعى في تزكية النفس، فقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإن من تلكم الأخلاق وإن من تلكم الغرائز التي هي مجبولة في الأنفس ولا بد من الرعاية لها ولا بد من العناية بها دفعا لما حرم الله جل وعلا وجلبا لما أحب الله جل جلاله. إن من تلكم الغرائز وتلكم الميول غريزة الملل، والملل قد ذكره الله جل وعلا في القرآن وبين أن حال أهل الملل الذين ملوا نعمة الله جل وعلا وملوا ما أنعم الله به عليهم وطلبوا أمرا آخر ولم يشكروا الله على النعم الجزيلة، بين أن أولئك لم يكونوا على الصراط المستقيم، وأنه سبحانه عاقبهم. وبين جل وعلا أن الذين ملوا من الأمن والأمان وملوا من كثرة الأمن والترحل في بلادهم، وأنهم لما ملوا ذلك ظلموا أنفسهم بالمعصية، بين جل وعلا أنه عاقب أولئك المالين من نعم الله، عاقبهم بأنواع من العقوبات وجعلهم أحاديث. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمل حتى تملوا، لأن الله جل وعلا قاهر عزيز جبار، وأنه سبحانه ذو الحكمة البالغة. فإذا ترك العبد طاعة الله وترك شكر نعمه ورغب بعد ملله
فيما لم يأذن الله به أو فيما هو أدنى مما أعطاه الله جل وعلا إياه، فإن الله سبحانه يجازيه عن ذلك وينصرف عن عزة منه جل وعلا، فهو سبحانه لا يمل من الإنعام ولا يمل من العطاء ولا يمل من الإثابة ولا يمل من تثبيت النعمة ولا يمل من تثبيت الأمن والطمأنينة في البلاد حتى يمل العباد من ذلك فيتركوا موجباته، فعند ذلك يغير الله جل وعلا عليهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها المؤمن، لقد قص الله جل وعلا علينا قصة موسى عليه السلام وما دعا قومه من التوحيد، وأن الله جل وعلا نجاهم من العدو الأعظم لهم ألا وهو فرعون، ولما نجاهم وأغرق عدوهم وصاروا في الصحراء بين صخور وبين شمس حارة، لما كانوا كذلك أنعم الله جل وعلا عليهم جزاء لما استجابوا فيه لموسى عليه السلام، جزاء لتوحيدهم وخروجهم مع موسى عليه السلام ومضادتهم للكفر ولأهل الكفر، أنعم الله عليهم وهم في صحراء وتحت شمس محرقة بأنه سبحانه ظلل عليهم الغمام وفجر لهم الأرض عيونا، وأنه سبحانه أعطاهم المن بأنواع الحلوى، وأنه سبحانه أعطاهم السلوى طيرا يعز وجوده، أنعم الله عليهم بذلك. فلما طال عليهم الأمد مع أنه كان منهم ما كان، لما طال عليهم الأمد ملوا هذه النعمة العظيمة من أنواع المآكل والمشارب وأنواع الظلال، فقال ربنا جل وعلا مخبرا عن قولهم ومبينا سوء حالهم وسوء مللهم وسوء أخلاقهم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يعني أتستبدلون تلك النعم العظيمة من المآكل والمشارب بهذه المأكولات التي هي أقل منها التي هي أدنى، لما فعلتم ذلك؟ إنهم فروا وملوا من تلك النعم العظيمة ولم يشكروا الله عليها، وظنوا أن تلك النعم لا قيمة لها، فأرادوا الأقل مللا ولم يشكروا الله على الأكثر. لهذا قال سبحانه: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ثم إن الله سبحانه بيّن لنا في القرآن قصة سبأ وما أنعم الله به عليهم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لقد أنعم الله عليهم بأنواع النعم في الملابس والتجارات وفي المآكل وفي الزروع والفواكه، جنتان عن يمين وشمال. فلما طال عليهم العهد جعل الله جل وعلا أمنا وأمانا بينهم وبين القرى يتنقلون بينها، لا يحتاجون إلى أخذ طعام ولا إلى أخذ شراب، فماذا كان من حالهم؟ ملوا ذلك، لأن النعمة عند ذوي النفوس المريضة تمل، فقالوا ربنا باعد
واحد بين أسفارنا، وليتهم أطاعوا فظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. لقد أنعم الله على الأغنياء في مصر لما كان فيهم يوسف عليه السلام بأنواع النعم، فسادوا الناس فيهم الأموال وهم يسكنون القصور، وفيهم أنواع النعم عندهم الخدم والعبيد، ولهم أنواع المشارب وأنواع المآكل، حتى تطوروا في أنواع الآلات التي يستخدمونها في مآكلهم ومشاربهم، ونظموا ذلك. ففسق كثير من نسائهم، أعني نساء الأغنياء، وسكت الرجال عن المعصية لأنهم ملوا النعم وراحوا يطلبون النعم التي وراحوا يطلبون الملذات التي لم يأذن الله بها. فهذه امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، خادم عندها، فتركت زوجها وهو العزيز الغني الذي بيده أشياء كثيرة من المال والسكن، ملت ذلك وطمعت في خادمها، وذلك لأجل ما جبلت عليه النفوذ من هذه السيئة التي يجب دفعها، ألا وهي سيئة الملل التي من أصابته فإنها أصابت من نفسه مقتلا. وهكذا في مواضع كثيرة من كتاب الله، تدبروها أيها المؤمنون، لينظر المؤمن إلى حاله وهذه الخصلة فيما هو فيه، أمل من نعمة الله جل وعلا. إن نعمة الله سبحانه على عباده بأن جعلهم مسلمين لم ترتب قلوبهم مخبتين لله مستسلمين له، إن هذه نعمة، فهل ملت منها بعض الأنفس وأخذت نفوسهم ترتاب في دين الله وتتردد؟ إذا كان بعضهم كذلك فلنتذكر قول الله جل وعلا: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. لقد ملت أنفس من الطاعة فتركوا الطاعة، أو تركوا المداومة عليها، تركوا المساجد لأنهم ملوا من الصلاة في خمسة أوقات. وإلى أي شيء تركوا هذا الخير العالي؟ إلى أي شيء تركوه؟ إلى ما دونه. وكأنهم نزل فيهم قول الله: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ملوا العادة الشرعية وملوا العبادة المؤقتة إلى عادات أخرى، ولكنهم لا يعقلون. لقد مل طائفة بعد أن سيطر الملل على نفوسهم، ملوا مما أباح الله جل وعلا من النساء فذهبوا إلى غيره، أعطاهم الله الحلال، ولكن الشيطان قبح الحلال في أعينهم وفي قلوبهم، ورأوا اللذة في التجديد، رأوا اللذة كما رأتها امرأة العزيز في الذي هو أدنى، رأوها في الخبيثات، رأوها في الذين رأوها في اللواتي لسنا طاهرات ولسنا عفيفات، وتركوا الخير، تركوا الطاهرات العفيفات. لما؟ لأنهم ملوا مما أباح الله جل وعلا. وهذه امرأة العزيز مع أنها ابتغت وليا من أولياء الله ونبيا صالحا، فكيف بمن رام الخبيثات؟ والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. أيها المؤمنون، طائفة ملوا من المكسب الحلال، ملوا من الربح الحلال، فأرادوا كثرة المال في هذه الحياة القصيرة لتلحق بهم تبعات في الحياة الباقية الأبدية، فملوا الطاعة
ملوا مصابرة الناس، ملوا مدافعة الشيطان، فاستسلموا للإغراءات المختلفة من إغراءات المال بالربا وبالغش وبالخيانة وبأنواع الرشوة، ملوا الحلال واطرحوا في الحرام، نسأل الله العافية. نعم أيضا إن الصالحين قد يدركهم ميلاد، وهؤلاء طائفة ننظر إليهم من الناس ممن فيهم صلاح وطاعة، نراهم ملوا كثيرا، ملوا تلاوة القرآن والأنس بكتاب الله جل وعلا، فصاروا لا يقرؤون القرآن إلا قليلا، منهم من حفظ القرآن ثم نسيه، ومنهم من أراد طلب العلم ورامه وسلك سبيله ثم مل ذلك وترك ناسيا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مل طائفة من ملازمة المنهج الصحيح، ومن ملازمة السنة، ومن ملازمة طريقة السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي أنواع التعامل مع ما يستجد، ورنوا أن الخلاصة وأن الإصلاح في غير السنة. ملوا السنة وذهبوا إلى العقليات المختلفة من الملل، ولم يدركوا خيرا، وإنما أدركوا شرا، والسنة واجب ملازمتها. نعم أيها المؤمنون، مل طائفة من المصابرة على الإخوة الصالحين وعلى ملازمة من يرجو الله والدار الآخرة، ملوهم فأخذوا يجالسون الأشرار فزلت بهم أقدامهم، نسوا قول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن أيها المؤمن، العلاج في الصبر، العلاج في المصابرة، أن تصبر نفسك وألا تغرنك الحياة الدنيا وألا يغرنك بالله الغرور. لا يأتينك الشيطان فيجعلك تمل من الطاعة وتذهب إلى المعصية، تمل من رزق الله الحلال وتذهب إلى رزق الله المحرم الذي ابتلى الله به العباد. لا يأتيننا الشيطان فيجعل بعضنا يمل مما أحل الله له من النساء فيذهب إلى المحرمات. منا من يصابر نفسه ويجاهد، فمل المصابرة والجهاد مجاهدة الناس، وقال: الناس يفعلون كذا، والأمر قد اتسع وكثرت أنواع الفساد، فمل من المصابرة. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها المؤمنون، هذا هو الملل المذموم، الملل من طاعة الله، الملل من نعمة الله، الملل من شكر الله، الملل من عبادة الله، الملل من الإخبات إلى الله والإقبال عليه وملازمة هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهناك نوع آخر من الملل محمود لأصحابه، ممن غشي المعصية، وممن أعرض، وممن قسى قلبه، فمل بعد تطاول الزمان عليه، مل من المعصية بعد أن رأى أن عاقبتها إلى خسارة، مل من قسوة القلب ومن عدم السعادة ومن عدم اللذة، مل من ذلك، ففكر وتأمل في نفسه وقاده ذلك إلى الإنابة إلى الله جل وعلا، وإلى ملازمة المساجد وتلاوة القرآن وإصلاح نفسه وبيته وهجر المعاصي بأنواعها. هذا الملل محمود لأصحابه،
فملوا أيها المسلمون من كل معصية وأقبلوا على كل طاعة. وأما الملل المذموم فإنه إن أدركنا وشاع بيننا فإننا والله مؤذنون بخطر وعقاب من الله. فقد قص الله علينا القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الثابتين على دينه، المستمسكين بحبله، الشاكرين له على نعمائه. اللهم اجعلنا شاكرين لك على أنواع نعمك باعتقادنا وقلوبنا وبألسنتنا ذكرا وتحدثا وبأعمالنا طاعة وإنابة. اللهم فاستجب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه حقا وتوبوا إليه صدقا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى فخارنا ورفعتنا عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، وعليكم بلزوم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهدي صحابته، وهدي التابعين، وهدي العلماء العاملين، فإن ذلكم هو النجاة لمن أراد الله نجاته. أيها المؤمن، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل عامل شرة، وفي رواية: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح وأنجح، ومن كانت فترته إلى معصية أو قال إلى بدعة فقد خاب وخسر. إن لكل عمل شرة، يعني له عنفوان وله إقبال وله قوة، ولكل شرة فترة، لكل قوة وإقبال ركود وفترة، وهذا من جراء الملل. لكن هذا الملل إن كان مع عدم تفريط بالواجب فهذا هو الخير، إن كان بمثل ترك بعض المستحبات حينا من الدهر ثم يرجع إليها فهذا قد يعرض للنفوس جميعا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح وأنجح، يعني أنه إذا مل لم يأتي الحرام ولكنه ترك بعض المستحبات وسيرجع إليها، لأن من طبيعة النفس الملل. من كانت فترته إلى سنة فقد أفلح وأنجح، ومن كانت فترته إلى معصية أو إلى بدعة فقد خاب وخسر، وهذا هو الملل المذموم. أسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإياكم مساوئ الأخلاق، وأن يصلح نفوسنا، وأن يزكيها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
مولاها. هذا واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل جلاله أمرنا بالصلاة على نبيه، فقال سبحانه قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وعن الصحب والآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك المخلصين. اللهم انصر عبادك الموحدين الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ودلهم اللهم على الرشاد، وفتح لهم أبواب الخيرات، وغلق عنهم أبواب الشرور والمنكرات يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى على ما أمرت يا ربنا. اللهم نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل الغفلة والمعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن هذا البلد بخاصة وعن سائر بلاد المؤمنين بعامة يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للتوبة النصوح التي بها ترضى عنا. اللهم وفقنا لما فيه رضاه من الأقوال والأعمال والاعتقادات، نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نجهل أو يجهل علينا، ونعوذ بك أن نظلم كما نعوذ بك أن نظلم. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.